أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، وبنلتقي النهاردة مع نادي قراء صالون تفكير، وبنستكمل في هذا اللقاء قراءة كتاب رحلة ابن فطومة للأديب الأستاذ نجيب محفوظ، وبنستكمل القراءة التمثيلية لمسرحية الفرافير للأديب يوسف إدريس، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، والنهاردة بنلتقي بنادي قراء صالون تفكير، وبنستكمل قراءة كتاب رحلة ابن فطومة للأديب نجيب محفوظ. هذا هو اللقاء الثاني حولها، وبعد ذلك بنستكمل قراءة مسرحية الفرافير للأديب يوسف إدريس. فأهلا بكم، وبنرحب بالناس معانا في الصالون. معانا الآن أحمد خفاجي وأسماء زكي وشادي المصري، وطبعا احنا في شهر أغسطس الآن، وشهر أغسطس دايما يعني بيبقى الناس كلها بقى اللي ما خدش أجازة الصيف بياخد أجازة الصيف. فأنا بقترح أن احنا بعد لقاء النهاردة نتوقف فترة شهر أغسطس علشان الصيف وأجازات الصيف، ونستكمل يعني نبدأها بعد كده إن شاء الله. هنبتدي الساعة الأولى زي ما عملنا المرة اللي فاتت بالنقاش حوالين البقية الباقية من كتاب رحلة ابن فطومة. احنا المرة اللي فاتت أخذنا دار الوطن وأخذنا دار المشرق، وكان في بقية الكتاب بنستكمله النهاردة. وزي ما عملت المرة اللي فاتت، لأن هو يعني الأدب لا ينفع فيه عملية التلخيص، ما هوش حدوتة يعني، فمهم جدا إن احنا نقرأ جزء من العمل الأدبي علشان الناس اللي بتتابع الفيديو وبتتابع البث يبقى عندها إحساس بطريقة الكتابة، لأن الأدب في وجهة نظري بيعتمد على كيف يكتب الأديب وليس فقط ماذا يكتب الأديب. فلو أي حد من الموجودين عنده فقرة معينة يحب أو تحب إنها إنه يشركنا معاه فأهلا وسهلا. إذا ما كانش فيه أنا عندي فقرة أحب أشرك الجمهور اللي بيشاهدنا فيها. فلو في حد منكم عنده فقرة أو جملة أو شيء عايز يشير إليه في النص يبقى كويس. طيب أنا عندي فقرة بتبدأ في صفحة 73 وإحنا في دار الحلبة. دار الحلبة هو وصل إليها الرحالة أنديل. فالفقرة بتقول: واقترب الظهر وارتفعت الحرارة إلى أقصى حد، غير أن صيف الحلبة صيف محتمل، ومضيت أتساءل عن كيفية الرجوع إلى الفندق عندما تهادى صوت في الجو يصيح الله أكبر،
وثب قلبي في صدري وثبة عنيفة أشعلت النار في حواسي. رباه إنه آذان، هذا مؤذن يدعو إلى الصلاة، فهل الحلبة دار إسلامية؟ واندفعت على هدي الصوت حتى وجدت جامعا عند مدخل شارع لم أسمع هذا الصوت ولا رأيت هذا المنظر منذ ربع قرن. إني أولد من جديد، وكأنما أكتشف الله لأول مرة. ودخلت المسجد، توضأت ووقفت في صف، ورحت أصلي الظهر في فرحة متوهجة بعين دامعة وصدر منشرح. وتمت الصلاة ومضى الناس ينصرفون، ولكني تسمرت في مكاني حتى لم يبق في الجامع إلا الإمام وأنا. هرولت نحوه، حويته بين ذراعي، وانهلت عليه تقبيلا، واستسلم لانفعالي هادئا مدركا باسما، ثم تمتم: أهلا بالغريب. وجلسنا غير بعيد من المحراب، قدمت له نفسي فقدم لي نفسه الشيخ حماد السبكي من أهل الحلبة الصميمين. قلت بأنفاس مضطربة وصوت متهدج: ما تصورت الحلبة دار إسلامية. فقال بهدوء: الحلبة ليست من ديار الإسلام. ولما قرأ دهشتي قال: الحلبة دار الحرية، تمثل فيها جميع الديانات، فيها مسلمون ويهود ومسيحيون وبوذيون، بل فيها ملحدون ووثنيون. فازددت دهشة وسألته: كيف تأتى لها ذلك يا مولاي؟ فقال ببساطة: كانت في الأصل وثنية، وأتاحت حريتها الفرصة لكل من شاء أن يدعو إلى دينه، وتوزعت الديانات على أهلها، فلم تبق اليوم إلا قلة من الوثنيين في بعض الواحات. فسألته واهتمامي يتصاعد: وبأي دين تلتزم الدولة؟ الدولة لا شأن لها بالأديان، وكيف توفق؟ هو بيسأل يعني، وكيف توفق بين أهل الملل والنحل؟ فقال بوضوح: تعامل الجميع على قدم المساواة الكاملة. فسألته كالمحتج: وهل يرضون بذلك؟ كل طائفة تحتفظ في داخلها بتقاليدها الذاتية واحترام يسود العلاقات العامة، لا امتياز لطائفة ولو جاء رئيس الدولة منها. وبالمناسبة أخبرك بأن رئيسنا الحالي وثني، دار مذهلة ومزلزلة للدماغ. وقلت متفكرا: حرية لم أسمع عنها من قبل. هل أتاك يا مولاي حديث المظاهرة التي تطالب بالاعتراف بشرعية العلاقات الشاذة؟ فقال الإمام باسما: فيها مسلمون أيضا، لا شك أنهم يتعرضون للجزاء داخل طائفتهم. نزع الشيخ عمامته فمسح على رأسي، ثم أعادها وهو يقول: الحرية هي القيمة المقدسة المسلم بها عند الجميع. فقلت محتجا: هذه حرية جاوزت الحدود الإسلامية، ولكنها مقدسة أيضا في إسلام الحلبة. فقلت وأنا أكابد خيبة أمل: لو بعث نبينا اليوم لأنكر هذا الجانب في إسلامكم. فتساءل بدوره: ولو بعث عليه الصلاة والسلام أما كان ينكر إسلامكم كله؟ آه، صدق الرجل وأذلني بتساؤله. وقال الإمام: طفت بديار الإسلام كثيرا. فقلت بأسى: من أجل ذلك قمت برحلتي يا شيخ حمادة، أردت أن أرى وطني من بعيد، وأنا أراه على ضوء بقية الديار، لعلي أستطيع أن أقول له كلمة نافعة. فقال الشيخ باستحسان: أحسنت، وفقك الله، وستأخذ من دارنا أكثر من عبرة. قلت: وقد عاودني حب استطلاع الرحالة أمام إمامنا، إذا سمحت
أمامنا إذا سمحت فرص لتبادل الآراء، ولكن هل تستطيع الآن أن تمدني بمعلومات عن نظام الحكم في هذه الدار العجيبة؟ فقال الشيخ حمادة: إنه نظام فريد لم يصادفك فيما رأيت، ولن يصادفك فيما سترى، ولا دار الجبل. لا أعرف شيئا عن دار الجبل حتى أدخلها في المقارنة. ما يصح أن تعرفه هو أن رئيس دولتنا ينتخب تبعا لمواصفات علمية وأخلاقية وسياسية، فيحكم مقدار 10 سنوات، ثم يعتزل ليحل محله قاضي القضاة، وتجري انتخابات جديدة بين الرئيس المعتزل والمرشحين الجدد. فهتفت بحماس: نظام حسن كان الأقدر بالمسلمين أن يبشروا به قبل غيرهم. هذا وللرئيس مجلس من أهل الخبرة في جميع الأنشطة يعاونه بالرأي، وهل رأيه ملزم؟ عند الاختلاف يعتزلون جميعا ويجري الانتخاب من جديد. فهتفت: نعم النظام. فواصل الشيخ حمادة السبكي حديثه: أما الزراعة والصناعة والتجارة فيقوم بها القادرون من الأهالي. فقلت: أنا أتذكر بعض ما رأيت من مشاهد، لذلك يوجد أغنياء وفقراء. فقال الشيخ: كما يوجد عاطلون ولصوص وقتلة. فابتسمت قائلا بنبرة ذات مغزى: الكمال لله وحده. فقال بجدية: ولكننا قطعنا شوطا لا يستهان به في هذا السبيل. لو أنكم تطبقون الشريعة، ده طبعا أنديل اللي بيقول، لكنكم تطبقونها. فقلت بإصرار: الحق أنها لا تطبق. الالتزام هنا بالمرجع، وهو يطبق نصا وروحا، ولكن الدولة ملتزمة بالأمن والدفاع فقط فيما يخيل إليه. ده أنديل اللي بيقول. وبالمشروعات العامة التي يعجز عنها الأفراد كالحدائق والجسور والمتاحف، ولها مدارس بالمجان للنابغين من الفقراء، ومستشفيات بالمجان كذلك، ولكن كل الأنشطة فردية. فتفكرت مليا ثم سألته: لعلكم تعتبرون أنفسكم أسعد البشر؟ فهز رأسه جادا وقال: إنه حكم نسبي يا شيخ أنديل، ولا يمكن أن يطلق بثقة كاملة ما دام يوجد أغنياء وفقراء ومجرمون. فضلا عن ذلك، فحياتنا لا تخلو من قلق بسبب من الأطماع المتبادلة بيننا وبين الحيرة في الجنوب، وبيننا وبين دار الأمان في الشمال. فهذه الحضارة الفريدة مهددة، وقد تندثر في موقعه، وقد تتدهور حتى مع النصر إذا اجتاحتنا الخسائر. ثم أن الاختلافات الدينية لا تمر دائما بسلام. وسألني عن برنامج رحلتي، أنا طولت شوية بس في جزئية برضو عايز تسمعوها. وسألني عن برنامج رحلتي، فلخصت له ما صادفني منذ تركت الوطن. فحزن الرجل لي وتمنى لي التوفيق. قال: أنصحك باقتراء هودج سياحة، فمعالم العاصمة أكثر من أن تحيط بها بنفسك، وعندنا مدن أخرى كثيرة تستحق المشاهدة. أما العثور على عروسة، عروسة ديت اللي هو كان معاها في قبل كده وانفصل عنها يعني في دارنا، فأيسر منه الوصول إلى دار الجبل. فقلت بأسى: إنني أدرك ذلك تماما، ولكن لي مطلبا آخر، هو أن أزور حكيم الحلبة. فقال بدهشة: ماذا تعني؟ قلت: للمشرق حكيمها، وللحيرة حكيمها، أما هنا فمراكز العلم تموج بالحكماء، وستجد عند أي منهم ما ترغب في معرفته وأكثر. شكرت له حديثه ومودته، وقمت وأنا أقول: آن لي أن أذهب. فأمسك بي قائلا: بل ستتغدى معنا معا، سنتغدى معا في بيتي. رحبت بالدعوة لأنغمس في حياة الحلبة. سرنا معا حوالي ربع ساعة إلى شارع هادئ تحف به أشجار الأكاسيا على الجانبين، واتجهنا إلى عمارة أنيقة يقيم الإمام في دورها الثاني. لم أشك أن الإمام من الطبقة الوسطى، ولكن جمال حجرة الاستقبال دلني على ارتفاع مستوى المعيشة في الحلبة. وصادفني تقاليد غريبة تعتبر في وطني بعيدة عن الإسلام، فقد رحبت بي زوجة الإمام وكريمتها بالإضافة إلى ابنيه، وتناولت الغداء على مائدة
واحدة، بل قدمت إلينا أقداح نبيذ. إنه عالم جديد وإسلام جديد، وارتبكت لوجود المرأة وكريمتها. فمنذ بلغت مشارف الشباب لم تجمعني مائدة الطعام مع امرأة، لا أستثني من ذلك أمي نفسها. ارتبكت وغلبني الحياء ولم أمس قدح النبيذ. قال الإمام باسما: دعوه لما يريحه. فقلت: أراك تأخذ برأي أبي حنيفة. فقال: لا حاجة بنا إلى ذلك، فالاجتهاد عندنا لم يتوقف، ونحن نشرب مجاراة للجو والتقاليد، ولكننا لا نسكر. كانت زوجه ست بيت، أما سامية كريمته فكانت طبيبة أطفال بمستشفى كبير، وأما الإبنان فكان يعدان نفسيهما ليكون مدرسين. وأذهلتني انطلاقة الأم وكريمتها في الحديث أكثر مما أذهلني العري في المشرق. تحدثنا بتلقائية وشجاعة وصراحة كالرجال سواء بسواء. هختم. وسألتني سامية عن الحياة في دار الإسلام وعن دور المرأة فيها، ولما وقفت على واقعها انتقدته بشدة، وراحت تعقد المقارنات بينه وبين المرأة في عهد الرسول والدور الذي لعبته، حتى قالت: الإسلام يذوي على أيديكم وأنتم تنظرون. وتأثرت أيضا بجمالها وشبابها، وضاعف من تأثري طول حرماني وتقدمي في السن. وحكى لهم الإمام جانبا من حياتي ورحلتي وهدفي منها، قال: على أي حال فليس هو من المستسلمين. فقالت سامية لي: إنك تستحق الإعجاب. فبلغ بي التأثر مداه، وجاء العصر فأدينا صلاته جميعا وراء الإمام، مما دعاني إلى التفكير والتأمل أكثر. وغادرتهم بجسدي وهم يحتلون بعمق صميم روحي. وفي الطريق ثار بي الحنين إلى الاستقرار والدفء والحب. أين عروسة؟ أين دار الجبل؟ ضاع الشباب تحت الأرض، فمتى استقر وأكون أسرة وأنجب ذرية؟ حتى متى أظل ممزقا بين ندائين؟ يعني ده جزء بيجسد جانب من طريقة الكتابة اللي كتب بيها نجيب محفوظ هذا الجزء. فنبتدي النقاش. لو في أي تعليقات عن الجزء اللي اتقرى ده، أحمد خفاجي تفضل. السلام عليكم. أهلا بكم ورحمة الله. أنا اعتقدت إن إحنا هنبدأ النهاردة بالدار اللي بعدها اللي هي دار الأمان، فأريد فيها شوية يعني. ما هو الكتاب كله بقى، أنت ممكن تتكلم عن دار الأمان برضو. ما هو إحنا كل الكتاب أنا كده يعتبر خلص يعني. هو أنا قريت رحلة من فاطمة زمان، والواحد ما بقاش يفتكر أي حاجة يعني. بس خلونا في الجزء اللي حضرتك اقتنصته ده، كده اختيارك مبني على حاجة يعني، مبني على أساس. وهو الجزء ده فيه نجيب محفوظ بيجيب كلمة دار، وبيلمس بقى بقضايا كبيرة جدا زي دار الحرب ودار السلام، اللي هي فكرة الولاء والبراء وعلاقة المسلم بالآخر. وأعتقد أن الرحلة كلها رحلة ابن فطومة واختيار الاسم. ما أعرفش أنتوا ممكن تكونوا ناقشتوا النقطة ديت، في أكيد حد لمس فيها أو اتكلم عنها، اللي هي اختيار الاسم ابن فطومة وابن بطوطة. فأكيد نجيب محفوظ بيحاول يعني بيحاول يتقاطع مع رحلة ابن بطوطة القديمة، اللي هي من أعظم الرحلات اللي احنا نعرفها من زمان، وبين الرحلة بتاعته في العصر الحديث. أنا مش متذكر أول رحلة ابن بطوطة تمت في أي زمن، لكن أعتقد أنها تمت قبل زمن تحول بلاد العرب والمسلمين للدويلات اللي هي موجودة حاليا، وكان التنقل فيها مختلف عن دلوقتي. الجزء ده بي 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 بيتقاطع مع أفكار كتيرة جدا يعني، لكن واضح أن نجيب محفوظ يعني اللي احنا ممكن نقول أن عنديل ممكن يبقى هو المعادل الموضوع نجيب محفوظ ده، وإحنا قلنا الكلام ده. وأكيد نجيب محفوظ عنده رسالة عايز يوصلها للقارئ من خلال الكتاب، والرسالة بتوصل في القالب الفني،
وانا شايف ان نجيب محفوظ فيلسوف قبل ما يكون اديب، يعني انا اعتقد ان هو اختار الادب مجرد جسر للوصول لافكاره الفلسفيه. يعني هو عايز ينبهنا لنقطه ان احنا لازم ننفتح على العالم ونشوف الناس الاخرى عايشه ازاي، لاننا ممكن ان احنا نكتشف ان في اكتر من تمثل الاسلام واكتر من نموذج الاسلام، وان ممكن يبقى في اسلام عصري. وده دي النقطه بقى اللي هي بتبقى محل او بتبقى هدف لانتقاد الناس اللي هم متمسكين بالتراث شويه، اللي هم بيحاولوا يقولوا بقى إن, ان ان مثل هذا الكلام والدعوه للانفتاح على الاخر والكلام ده كله ليس الا نوع من انواع الميوع واضاءه الدين نفسه يعني، وهكذا. ده غير بقى كلامه عن نقطه المراه اللي احنا ممكن ان شاء الله نتكلم عليها بكره. بعد بكره يوم الاثنين ان شاء الله، ودي محتاجه كلام كتير بقى نبقى ناجل الوقت تاني يعني. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. أكيد طبعا نجيب محفوظ بيناقش قضايا من خلال العمل، لكن كونه أنه هو يبقى هو أنديل، ما يبقى كده كل صوت في بطل في الرواية هيبقى الكاتب يعني، لكن هو طبعا بيخلق شخصيات عشان يعبر من خلالها ويناقش قضايا، لكن الشخصيات بتستقل، وإلا هنعتبر هو اللي بيقول كل الكلام بقى يعني. ما هو ممكن يكون هو اللي بيقول كلام الشيخ السبكي، ولا هو اللي بيقول كلام بنت الشيخ السبكي. فمش قضية قوي حكاية هو ده كلام المؤلف ولا لا. يعني مثلا انت جبت شخصية رقاصة في عمل أدبي، مش هتخليها بقى يعني ايه، لابد انها الشخصية الرقاصة تبقى رقاصة في العمل، مش هتخليها بقى مثلا ايه تخطب جمعة مثلا. فهو بيخلق شخصيات، الشخصيات بعد كده بتحكمه في البناء الدرامي اللي هو بيبنيه. لكن لا شك انه نجيب محفوظ في خلال هذا العمل بيناقش من خلال فكرة زي ما انت ذكرت احمد خفاجي ذكر الدار، دار الحرب ودار السلام، فهو بيستخدم كلمة الدار للموضوع ده، فدار المشرق، وعندنا في دار الحلبة اللي احنا فيها ديت، وفي دار الأمان اللي هي كانت قبلها، وفي دار الجبل، وفي دار ايه تاني. الدور دي كلها كل واحد منا ممكن يقرأ الرمز بصورة ما. يعني مثلا دار الحلبة ممكن توحي بالغرب والحياة في الغرب، ان هم بيعتمدوا الحرية كهي اساس وهي القيمة العليا، وهو فوجئ بانه وجد الادان في وسط دار الحلبة اللي هو كان بعد مظاهرة للدفاع عن حرية عن حقوق المثليين، واستغرب. مش بس بقى ده ده ده, ده ده عالم جديد وإسلام جديد في التعبير اللي استخدمه الراوي في اللي هو بقى يعني الإسلام الغربي بقى مثلا أو كده. فكل دي إيحاءات لأنه بيناقش القضية، عشان يناقش القضية في النهاية لما بيقول له مثلا أنت خطب بمذهب أبو حنيفة، فهو الراوي او الامام بيرد عليه بانه ايه، احنا مش محتاجين الكلام ده لان الاجتهاد لم يتوقف، زي ما كان في ابو حنيفة في 150 هجري ممكن يبقى في خفاجي، ويبقى في شادي، ويبقى في هادي، ويبقى في اسماء في القرن الخمستاشر الهجري. لو ما فيش حد عنده مداخلة، أنا عندي جزء كمان أستكمل قرايته برضو لعله يفتح. هو دلوقتي أنديل زارهم مرة تانية بعد أن زار الحكيم، بعد ما أقرأ ديت. ده طبعا هادي مداخلتك.
فبيقول بقى: كنت أمس في زيارة للحكيم مرهم الحلبي، فقال لي إن تحرير البشر أهم من هذه القشور، فهتفت القشور: لابد من الاعتراف بأساس أخلاقي، وإلا انقلب العالم إلى غابة. فقالت سمية ضاحكة: لكنه كان وما زال غابة. وقال الإمام: انظر يا قنديل، وطنك دار الإسلام، فماذا تجد به؟ حاكم مستبد يحكم بهواه، فأين الأساس الأخلاقي؟ ورجال دين يطوعون الدين لخدمته، فأين الأساس الأخلاقي؟ وشعب لا يفكر إلا في لقمته، فأين الأساس الأخلاقي؟ اعترضت حلقي غصة فسكت، وعاودتني ذكرى الرحلة فسألت: هل تقوم الحرب قريبا؟ فقالت سامية: لن تقوم إلا إذا شعر أحد الطرفين بأنه أقوى، أو إذا غلبه اليأس. التلخيص هنا في 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 الفقرة ديت اللي بيعبر بيها الكاتب على لسان الإمام، اللي هي: انظر يا قنديل وطنك، هي العناصر اللي بيحطها نجيب محفوظ للأزمة اللي موجودة في دار الإسلام أو في وطنه أو دار الوطن بتاعته. أعيدها تاني: انظر يا قنديل وطنك دار الإسلام، فماذا تجد به؟ حاكم مستبد بدل الاستبداد، يحكم بهواه، فأين الأساس الأخلاقي؟ الجانب الثاني: ورجال دين يطوعون الدين لخدمته، فأين الأساس الأخلاقي؟ وشعب لا يفكر إلا في لقمته، فأين الأساس الأخلاقي؟ حط كده هو ثلاث عناصر من عناصر الأزمة اللي بتواجه دار الإسلام. هادي اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. صوتي واضح؟ انا ما بعرف استخدم جهاز هالمره. طيب كويس، انت صوتك واضح. هو شيء بعتذر، المره الماضيه يعني غبت من غير معقول، بدي اغيب، وهو صار يعني صار. شكرا لسؤالكم عني، شكرا جمال. كان بس اني كنت ما كنت موجود في البيت، انا دخلت لما رجعت بعدين متاخرا ورجعت بعد. فشكرا على كل الاحوال، ولطيف الموضوع اللي ماشي حاليا. انا فكرتك خلصت وهيك حبيت اعلم، بس اذا لسه موضوع ما خلص. لا لا لا، تفضل تفضل تفضل. لا انا بقصد القصه كلها. انا شخصيا انا شخصيا نهيت الكتاب، يعني خلصت الكتاب. هلا انا ما شاركت، هلا كان يعني في اسباب جعلتني لم اشارك ماديه، وبس بنفس الوقت يعني انا لازم اقول انه انا ما بحب هذا النوع الادب اللي هو نقد يعني متخفف، هيك بدي اسميه. طبعا له اسباب وبفهم، يعني بفهم يعني هو يواجه استبداد اجتماعي ممثل في العادات والدين، واستبداد سياسي وهو الاخطر طبعا، استبداد سياسي عكس ما يظن البعض. فيحاول ان يخفي ويواري نقده باسلوب قصصي. يعني مؤلم هذا الشيء، يعني الموضوع هنا هو مضطر. انا برايي قد اكون مخطئ، يعني انا كنت اود لو نجيب محفوظ يقدم نقده بدون موارات، يعني بدون ان يعمل الكليله ودونا ويقول الاسد والفأر والى ما هنالك، او هذه الدور التي اصطنعها والى ما هنالك، ليقول رايه بوضوح. يعني لانه التوريه قد تخفي احيانا بعض الاشياء، او قد تتلبس الاشياء في بعضها ولا تكون واضحه، لانها هي اصلا مواره ومرمزه والى ما هنالك. وشخص مثل نجيب محفوظ يعني هو عنده نقد، وهو المعي وذهنه متوقد ويرى بوضوح وقادر على القول، يعني يمتلك زمام الكلام وذو عقل راجح. يعني انا اظن لولا هذه الظروف
السياسية أولا ومن ثم الاجتماعية الدينية التي تحميها السياسة بالمناسبة أيضا، لكان كتب سلسلة من المقالات يقول مثلا لماذا يغلق باب الاجتهاد والخمر ليست مثلا يعني دون أن يمررها بهذا الأسلوب. هل هذا قد يراه البعض جميل؟ وأنا أراه يعني أراه اضطرارية وفيه نوع من المباشرة، هذا ما يعني هذا بشكل عام. وطبعا يزعجني أنه في كثير من يعني قد بالفعل ومن خوفنا يعني حتى بعد الثورات لم يتغير الكثير، تغير للأمانة يعني مخاوفنا. يعني أنا مثلا أنا لم أكن أقرأ أدب. الصوت راح، الصوت راح لحظة، حاول تاني. الصوت توقف تماما دلوقتي. طيب حاول تخرج وتدخل تاني مثلا. هو هادي كده بيطرح قضية بظنها مهمة دلوقتي، فأظن أن أسماء هتعطف على هذه النقطة. أسماء اتفضلي. أيوة مساء الخير. أيوة بالضبط، هو أنا هرجع على الحتة دي، لأن يعني هي دايما بتبقى فكرة يعني أقول الحاجة بشكل أدبي ولا أقولها بشكل مباشر. فاللي بيحصل لما بتقل بشكل مباشر، طبعا كل واحد حر يعني في ذائقته الفنية يعني والأدبية، بس بتكلم ان هي في الاخر لما بتقال بشكل مباشر هي بتبقى منعزله قوي عن المجتمع، وبتبقى في الاخر محصوره في اللي هم بقى النخبه او الناس المثقفين المستنيرين الحاجات دي كلها، غير لما بتقال بشكل ادبي وبتبقى بتوصل لناس اكبر، لقطاع اكبر من الناس، وكمان لما بقى بتتحول لاعمال فنيه، اعمال بقى سينمائيه او انها تتحول مسلسل لفيلم، الحاجات دي زي مثلا لما ناقش قضايا مختلفه في الثلاثيه وفي القاهره 30 وفي الحاجات دي كلها، وبتوصل برضو للناس، بتوصل لعدد اكبر من الناس. فالفكره ان انا عن نفسي يعني الحاجات القضايا الفلسفيه دي كبيره ممكن توصل لي بشكل افضل من في الادب على اني اقراها بشكل مباشر. لو خدنا المثال اللي هادي بيقوله اللي هو يجي في مقال ويقول مثلا لباب الاتحاد مقفول، هي الدنيا هتقوم عليه ومش هتقعد يعني. هو ده اللي رادي اللي حصل، حتى لما عمل اولاد حارتنا كانت الدنيا برضو مقلوبه. بس الجمال في الحته الادبيه دي ان هي بتدي يعني انفتاح كده في تفسير الرموز بشكل لا نهائي. فمثلا لما بدل ما هنيجي نقول ليه ما نفتحش باب الاجتهاد، لما هنشوفه من خلال قصه او من خلال حاجه زي كده، وهي بقى بتصير التساؤلات دي عند كل واحد بشكل مختلف، كل واحد بيقرا العمل يعني ويبتدي يفكر فيها، بتاخد شكل ايه. إن انا كقارئه يعني وانا كحد بيقرا، فببتدي افكر فيها فيما يخصني انا، مش بفرضها على حد، مش زي ما اكون بتكلم في حاجه، مش زي ما اكون بكتبها في مقال او في حاجه وبيبقى فيها دايما فكره يعني بشكل غير مباشر كده، بس بيبقى فيها سلطه الراي وسلطه فرض الراي والحته دي، لانها بتيجي دايما ايه في واقعنا يعني كده. اللي بيكتب مقال او بيكتب حاجه بيبقى كانه هو يعني من يمتلك الحقيقه والناس الثانيه لازم تمشي وراه. لما بتيجي بشكل روايه بتبقى مفتوحه، بالعكس هو طول الوقت كمان بيحطها في شكل تساؤلات، ما بيوصلش الإجابة. فدي من الحاجات اللي يعني نجيب محفوظ كده متميز بيها قوي، ان هو بيسيبها دايما حاجة مفتوحة. وفي نفس الوقت هي بتبقى يعني مفتوحة بقى لتفسيرات مختلفة، كل واحد حسب ما هو عايز. يعني على سبيل المثال في أولاد حارتنا، هي أولاد حارتنا كانت بتفسر تفسير ديني، بتاخد ان هي رمز ديني برموزها الدينية يعني، او بتتخذ على ان اي حاجه سياسيه انها بتنقض فتره عبد الناصر، في اللي فسرها كده وفي اللي فسرها كده. فالجمال بقى في الحته دي ان هي مفتوحه للتفسيرات، ومفتوحه لكل واحد يشوف منها الحاجه اللي هو بيشوفها، ومن غير ما هيفرض رؤيته دي على حد تاني. فالحته الادبيه بيبقى فيها دايما الانفتاح في التفسير وعدم فرض الراي. الحته الثانيه اللي هي المباشره دي بيبقى فيها الحاجتين اللي أنا قلتهم في الأول، اللي هي
الانعزال عن الواقع شوية، والكلام بقى بيبقى شامل النخبة بس. والحاجة الثانية إن هي بيبقى فيها نوع من أنواع يعني فرض السلطة كده بالرأي بقى، إن أنا حد عارف يعني وأنا اللي فاهم فأنا اللي بقول كده. بس ده كان يعني تعليق على كلام هي. شكر ليكي. هادي لو أنت ما كملتش كلامك عشان التليفون كان قطع بالنسبة لك، وبعد منه شادي. لا أنا كملت كلامي وشكرا أسماء كمان جاوبت. أنا تحديدا هدول الشغلتين اللي يعني هذا يعني ميوعد النصوص اللي هي عم تسميها انفتاح وما بعرف شو، أنا بسميها ميوعة عدم الانضباط. يعني أنت تمرر، يعني أنا أطالب يعني نجيب محفوظ، أنا قلت أنه هو عقله واضح، هو رجل يعني قادر على، ونحن أنا بحاجة لهذا الشيء، أنا بحاجة لضبط الأمور. يعني نحن نميل، يعني نحن يعني الشاعر يقول ينقد الواقع بشعره ويقول كلام يعني مختلط ويفهم عدة أوجه وإلى ما هنالك، لكن بحاجة إلى 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 باحث اجتماعي ينقد بوضوح، يعني لنضع أيدينا على المسألة. يعني قد تكون معك حق، يعني هو يكون فيه نوع من السلطة لكنها سلطة عقل، يعني أنا اللي أقبلها، يعني هي سلطة عقل وليست سلطة يقول لي نص أو يقول لي يحاجج. إن كانت حججه قوية أقبل، هذا هو الموضوع. وشكرا أنا كملت. شكرا لك. شادي تفضل. أهلا بك أسكمان، أهلا بسهلا المستمعين شادي. يعني نجيب محفوظ زي ما يكون بيجسد الصراع الفكري داخله أو التناقض ما بين الإسلام، إن إحنا مثلاً في بلاد المسلمين إن هو ده إن إحنا بنمثل الدين الحق، وإن ما دوننا فهو على باطل. دي الرؤية دائماً الغالبة عننا، يعني لك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى نعمة، وكأننا وصلنا للمرحلة المكتملة في تاريخ البشرية. يعني فبالرغم إن ما تجد الواقع، تجد واقع مزري في بلاد اللي هي بيشكلها معظمها مسلمين من فقر وعدم حريات وانتهاك لحريات حقوق الإنسان، ويعني طب التناقض ده جاي منين؟ ده اللي خلى نجيب محفوظ يكتب الرواية دي، وإن فشله في زواجه كان بيمثل رمزية إن أنت مش قادر تتزوج حتى مع الدين اللي أنت بتقول عليه إن هو بيمثل العدل المطلق أو الحرية المطلقة، مش موجودة. ففشل الزواج ولذلك رحل إلى ديار أخرى، والدار هو ما يدور في ذهنه من أفكار، وحتى ممثل دار الحيرة لأنه محتار في أمره. طب ولماذا لا نتقدم كبقية الأمم إذا كان هذا هو الدين الحق؟ فإذا في خلل في الموضوع، لابد من إعادة التفكير مرة أخرى. هل الدين فعلا هل هو دين الحق أم هو منتج فعلا ثقافي واجتماعي موجود إحنا عملناه دين؟ فنحن بحاجة لإعادة النظر إلى أصول الفقه والاجتماع والاقتصاد والسياسة، ونعيد التفكير فيها، لأن الوضع فعلا يحتاج لإعادة رؤية. وكمان يعني حتى في لما تيجي تقول مثلا نطلق الحريات كمواثيق حقوق الإنسان أو الحريات في جميع دول العالم اللي احنا ماضيين عليها، يجي يقول لك احنا لنا خصوصية ويصطدم، يجيب لك مثلا موضوع المثلية الجنسية كأن مثلا هذا الشيء يجعلك ان انت يبتزك، يعني فيها نوع من أنواع الابتزاز، ان انت لو انت أطلقت الحرية معناته ان انت هتصطدم بنصوص دينية. وطبعا هي كلها تأويلات ممكن تكون تأويلات خاطئة بنصوص دينية، ويبتزوك بها ليظل سيطرة الاستبداد في وطن. يقول لك بان الحرية دايما احنا داخلين في المعادلة دي، وكأن يعني يقول لك ايه الارهاب ولا نديك حرية ولا ارهاب، فدايما احنا حطينا كده يبتزون في ابتزاز دائم في اوطاننا. فأعتقد أن الرواية فعلا بتسقط على الواقع المرير اللي احنا بنعيشه في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وكان لي يعني رؤية تنويرية، لأن دار القنديل هو يمثل التنوير،
الاتجاه التنويري في مجتمعاتنا اللي هي المفروض ان هي تنتشر وبيتم اقصائهم دائما في مجتمعاتنا. شكرا جزيلا. شكرا ليك احمد خفاجي، تفضل. شكرا. انا كنت خرجت في كلام هادي الاولاني للاسف، ورجعت في تعليق على كلام اسماء، بس انا استشفيت القضيه اللي بيتكلم عنها هادي. يعني هو بيفاضل بين سيد نجيب محفوظ السردي وبين المقالات العلميه الواضحه، بس انا بصراحه اسمحوا لي ان انا اقف بجوار نجيب محفوظ وبجوار الادب والسرد. واحنا اشرنا فيما سبق الى ان الايحاء له دور كبير جدا لغه الى اخره. وانا كتبت مره قبل كده على ان اعتقد ان نجيب محفوظ مر في بدايه حياته بحاله من الحيره اي المجالات يختار ان يكتب فيه، لانه درس الفلسفه برغبته وليس اجبارا، هذا يعني انه مهتم بقضايا فلسفيه، لكنه اتجه الى الادب. اعتقد ان الواقع كان له اثر في انه يتجه الى الادب، هو حسم امره في انه يستطيع ان يرسل رسالته من خلال السرد. لماذا من خلال السرد؟ لان الانسان بطبيعته كائن سردي، كائن يتربى على الحكايات منذ الرضاعه، والحكايات نعم لا يعني ليس شرطا ان تكون حقيقيه، لكنها ايضا تحوي فكرا. لكن البعض وخصوصا من انا ملاحظ خصوصا زملاء او اصدقاء المهندسين اللي هم يحبون التفكير الرياضي، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا يحبون كثيرا هذا النوع من النشاط الانساني، النشاط الفني، لانه من وجهه نظرهم يعني بعيد عن الحسم، يعني ما فيش قضايا محسومه في اي روايه او اي قصه، وبيعتبروا وبيقولوا على الروايات او بيعتبروا الروايات زي ما قال العقاد قبل كده انها زي كوم للقش ملهاش اي فايده. المقال الفكري بالنسبه لهم العميق هو افضل الف مره من الروايه. انا مش مع الكلام ده خالص، لكن انا متفاهم المنطق الذي يقف خلف هذا الكلام، واعتقد ان نجيب محفوظ اختار الاختيار الصح، انه يريد ان يصل الى قلوب وعقول المتلقين لخطابه ورسالته. ولو انه سار في نفس النهج الذي سار فيه زكي نجيب محمود وهو ايضا اديب بجوار كونه فيلسوف، لما نال نجيب محفوظ ما ناله من تأثير في فكرنا. والمشهد اللي عرضه شادي في صالون تفكير للسيد بيوضح كيف استطاع نجيب محفوظ أن يجعل أفكاره تتجسد، ومش بس السمنة على فكرة، يعني ليست السينما هي التي جعلت أفكار نجيب محفوظ تصل إلينا، لأن أحيانا أرى أن هناك من الأعمال الفنية التي تسنبت أو تحولت إلى سينما ممكن تكون أساءت إلى نجيب محفوظ. في ناس كتبت في الموضوع ده أنه كان يقبل بهذا النوع من الإساءة بهدف أنه هو يصل إلى الناس، لكن شخصياته عاشت في ذهننا. الشخصية تعيش أكثر مما تعيش الفكرة أحيانا، ليس فقط لأنها فنية لكن لأنها تحمل فكرة أيضا. إذن العمل السردي يا جماعة بيحمل الاثنين الوجهين، المتعة والفكرة، بيحمل الفكرة وبيحمل تجسد ليها، وبيعطي للفكرة حياة وكينونة. طبعا الضريبة التي تدفع في مقابل هذا أن يكون العمل خاضعا للتأويل، وأنا أعتقد أن النص الذي لا يخضع للتأويل يقرأ مرة واحدة وتنتهي قراءته ما دام فهم من أول مرة. أما النص الذي يحوي على المجاز وعلى تعدد التأويل وتعدد القراءات هو النص الذي يعيش ويستمر. أعتقد أن كتاب نيوتن لم يعد هناك من يقرأه إلا من دارسي تاريخ العلم، لكن أعتقد إن مسرحيات شكسبير ما زالت تقرأ وتعاد قراءتها. واحد صديقي كان قال إن ده عيب في مسرحيات شكسبير، لأننا ندور حول دائرة مفرغة لا تحسب، إنما واحد زي نيوتن حسم مسألة وانتهى الأمر وتجاوزنا به إلى مرحلة أخرى. فأنا متفاهم المنطقين وبحاول أقف في منطقة وسط بين الاثنين، لكني يعني أنتصر للسرد في هذا الجانب. وانا بشكر هادي قوي ان هو بيثير القضيه الجميله الممتعه دي، بيحفزنا على التفكير، ده شيء كويس. شكرا. شكرا ليك. انا عندي مجموعه نقاط هنا في الموضوع ده. النقطه الاولى اللي هو ذكرها واشار اليها احمد خفاجي،
انه نجيب محفوظ اصلا كان في قسم فلسفه وعمل ماجستير فلسفه، واول شغل له كان ترجمه اعمال فكريه، وكان كتابات برضو زي اللي بيطالب بيها هادي ديت، وحتى كتاباته الاولى كمان برضو عن التاريخ المصري القديم وكده. فهو شاف انه الادب ده في الوقت بقى اللي كان الادب يعني ايه، شفنا محمد حسين هيكل كتب روايه زينب باسم مستعار، عشان ده عيب يعني ان هو يبقى ابن باشا ويكتب روايات وحواديت. يعني دلوقتي احنا ايه عندنا تخمه هوت في الروايات، لدرجه ان جابر عصفور قال زمن الروايه في كتاب من كتبه يعني سمى زمن الروايه. فازاي ان الادب، وديت انا برضو انا شخصيا كجمال بعاني منها، انه اكتب كتابه ادبيه ولا اكتب كتابه بالمنطق والفكر والحجج. انا متفهم وجهه نظر هادي في الموضوع، لكن نجيب محفوظ اديب بيكتب سرد، فما اطلبش منه ان هو يروح يعمل بحث اجتماع، ما احنا عندنا ابحاث علم الاجتماع، انت قريت منها ايه؟ يعني عندنا هو المعهد القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه في مصر بيقدم افضل ابحاث. ده بلا اقول لك بقى كمان نجيب محفوظ اصلا له مقالات، نجيب محفوظ له كتب مقالات، كان بيكتب مقالات في الاهرام كل يوم، مش فاكر كان بيبقى يوم الخميس ولا ايه، بيبقى له كل اسبوع ولا كل اسبوعين بيبقى له، فله كتب مقالات، انت قريت منها ايه؟ برضو هنرجع تاني للايه، للسرد، لان السرد بيعيش، السرد بيستمر، السرد محي. ده بالعكس بقى اقول كمان ان السرد بيحيط بالظاهره اللي احنا بنتعامل معها. يعني انا دلوقتي لو هقعد اكتب الفقره اللي انا قريتها لنجيب محفوظ ديت، وهو لم فيها ولمس فيها على قضايا كتير من القضايا ديت، عشان اكتبها انا بقى كفكر بالمنطق وبالعقل وكده، الصفحتين ثلاثة اللي انا قريتهم له دولت اقعد اكتب فيهم بحث عشان اجيب القضايا دي. فهل ده مفضل على ده؟ عندنا طريقين، انا اشرت للموضوع ده قبل كده، الطريقة اللي كان بيكتب بيها ارسطو والطريقة اللي كان بيكتب بيها افلاطون. فارسطو بتاع المنطق بقى اللي هو بيكتب يعني ايه الكتابة اللي هادي بيتكلم عليها، اللي هو يبقى الكتابة المباشرة الواضحة، ان هو لغة بقى بعلمية ولغة تقريرية زي ما اشارت اسماء وكده. اخونا افلاطون بيستخدم الاليجوري، الاليجوري بتاع افلاطون ما زال بيعاد فهمها وتستمر فهمها وإعادة تفسيرها حتى الان، مش علشان هي غير محددة بس، لا علشان هي محية، وده قيمة من قيمة الأدب والفن. لو كل حاجة، عشان أدي لك المثل محدد، لما أجي أقول إنه عبد الواحد ده حمار، ده تعبير أهو كويس، قلت حقيقة من وجهة نظري، ده شيء. وإن أنا أقول عبد الواحد ديله خرج من البنطلون، ده ما زال تعبير اهو، الاثنين بيشيروا ايه الى حاله الحموريه اللي موجود فيها عبد الواحد، بس في واحد منهم يعيش وفي واحد منهم انت سمعته مره وخلاص انتهى. الادب، الفن، الكتابه الادبيه بتستمر، لذلك المعارف ديت زي ما اشار خفاجي برضو انه مسرحيات شكسبير ما هي موجود 400 سنه بعدها، اهوت من 4 سنين كنا بنحتفل ب 400 سنه على شكسبير، ما زالت مش بس ايه بيعاد استخدامها، لا وكل ثقافه بتترجمها وتعيد انتاجها مره اخرى. فالسرد بيخليك او بيمكنك من الاحاطه بالظاهره. اهو شادي بيقول لك عبد الواحد حمار شغله. طيب احنا دلوقتي فاضل معانا 8 دقايق في هذه الفقرة، لو حد عنده كلمات نهائية بالنسبة لرحلة ابن فطومة او تعليقات نهائية. احمد خفاجي تفضل.
يا احمد انت عامل ميوت لو كده، وبعد منه احمد يوسف. اتفضل. انا اسف. طيب باختصار تعليقا بقى على كلام حضرتك وكلام حبيب قلبي هادي على الكلام برضو، نجيب محفوظ في رحله ابن فطومه بيلمس في كل القضايا الفكريه اللي احنا مشغولين بيها، قضايا المراه، قضايا الانظمه السياسيه، قضايا الانفتاح على الغرب، كل القضايا دي موجوده في رحله ابن فطومه، بالاضافه للغوص في اعماق الشخصيات. وانت ممكن تقرا مقال بنفس الحجم بتاع رحله ابن فطومه ولا تصل الى ما في هذه الرحله من معاني. هو المشكله بس ان الاديب ليس مطلوبا منه ان يقدم اجابه حاسمه على الاسئله التي يطرحها، لكن يكفيه انه يقوم بتنشيط العقل للتفكير، ودي مهمه اعتقد انها اهم من اي مقال. انا اعتقد ان ما يحفز على التفكير اكثر اهميه مما يعطي اجابات جاهزه و ومعلبة. وشكرا لك. الشكر ليك. أحمد يوسف تفضل. لو أنت عامل ميوت لازم تعمل أميوت. عليكم السلام تفضل. تحياتي للجميع. هي الفكرة اللي بيقولها أحمد خفاجي أنا بأكد عليها، وإن العمل السردي قد يكون يعطي الأديب حرية إن هو يعبر عن كل الأفكار اللي عايز يعبر عنها دون أي، يعني هو بيعبر فيها كعمل أدبي، بالتالي بقى مش هتحتمل الحكاية إيه جدل ومناقشات وكده يعني. فشايف ممكن أدي مثال ده من الرواية اللي احنا بنناقشها. هو لما كان بيتكلم مع الإمام على إلغاء اتفاقية المياه اللي هي كانت بين الحلبة والأمان، طبعا الاتفاقية دي عملوها لما كانوا في حرب مع دار الايه البشر، خوفا من ان الامان تهجم عليهم يعني. فلما انتهت الحرب راحوا هم الغوا هذه الايه الاتفاقية. فقنديل بيناقش مع الامام يعني بيقول له كيف تحكم اخلاقيا على الغاء اتفاقية عيون المياه؟ فقال بجدية: كنت أمس في زيارة للحكيم برهم الحلبي فقال لي إن تحرير البشر أهم من هذه القشور، فهتفت: القشور لابد من الاعتراف بأساس أخلاقي وإلا انقلب العالم إلى الغابة. قال الإمام: انظر يا قنديل، وطنك دار الإسلام فماذا تجد به؟ حاكم مستبد يحكم بهواه، فأين الأساس الأخلاقي؟ ورجال دين يطوعون الدين لخدمته، فأين الأساس الأخلاقي؟ وشعب لا يفكر إلا في لقمته، فأين الأساس الأخلاقي؟ إذن هنا نجيب محفوظ وفي فقرات كثيرة من الرواية يستطيع أنه يعبر عن أفكاره بكل حرية، يعني لن تؤخذ عليه من أحد. وفي شؤون الجدال طبعا هو كده عفى نفسه عن إيه؟ عن هذا الموضوع يعني. يعني في فقرة تانية بيقول له: أيهما أسوأ يا مولاي، من يدعي الألوهية عن جهل أم من يطوع القرآن بخدمة أغراضه الشخصية؟ الحقيقة في عبارات كتيرة نجيب محفوظ قالها بكل حرية لأنه هو بيتكلم في سياق سردي، وأظن لو كان هو هيكتب مقال ما كان يستطيع أن هو يحصل على هذه الحرية. وشكرا جزيلا. شكرا ليك. وهو دفع الثمن برضو يا جماعة، يعني ده نجيب محفوظ بكل اللي مش عاجب هادي ده انطعم في رقبته. مفيش عالم اجتماع ولا حد من اللي بيكتبوا ويسرسعوا دولت انطعم في رقبته. أسماء اتفضلي وبعد منها شادي. طيب هو تعليق برضو على الخط اللي ماشي في رحلة ابن فطومة، من ان كل دور فيها حرب وفيها نوع من أنواع بقى، يعني سواء كانت في دار الخيرة هنا علشان يحرروا الإنسان أو في دار بعد كده في الأمان عشان العدل. هي برضو يعني بتفكرني بشكل أو بآخر بفكرة دايما إن في سبب نبيل بنتخفى وراءه عشان الحرب، ودي دايما بتفكرني بالفتوحات بتاعت الإسلام، يعني هي دايما بنسميها فتح إسلامي، وهي في الآخر يعني هي مش قادرة أقتنع بيها، ومش قادرة يمكن عشان بحكم عليها بمقاييس دلوقتي، بس أنا دايماً مش قادرة يعني
يعني أفهم أو أستوعب الفكرة إن حد يغزو بلد تانية علشان ينشر دين أو حتى علشان ينشر مبدأ في الحياة، يعني أيا كان، يعني سواء هنا كان حرية أو إنه هو عايز يحرر البشر بالعافية، أو زي أيام برضو في القرن ال 18 وال 19 اللي هي White Man's Burden، بقى إن أنا لازم أروح وأحرر البشر المتخلفين دول، وإن أنا أنشر بقى الفكر المستنير. الحاجات دي كلها برضو كلها يعني هي أسباب نتخفى وراءها دايما علشان نبرر يعني طمع الإنسان وشهوه ورغبته دايما في السيطرة وفي الحكم وفي إن هو يستحوذ على كل حاجة. هي طبيعة، وفي الآخر سواء يعني أي دار من الدارات اللي دخلها أنديل العنابي، في الآخر في دايما حاجة من الحاجات اللي الإسلام بيقول إن هو بيعلي يعني قيمة من القيم اللي الإسلام بيعليها، سواء كانت حرية الإنسان أو حتى العدل أو الرحمة أو الحاجات دي كلها. وبرضه في نفس الوقت يعني هو بيجيب الجانب إزاي إحنا هنعليها يعني أهو، وإزاي لما نخليها هي أهم حاجة برضه هي ده ما بيحققش في الآخر الغرض منها، ما بيحققش في الآخر سعادة الإنسان. وفي نفس الوقت برضه بتسقط علينا احنا يعني ازاي احنا يعني هو الاسلام اللي بيقول ان هو في كل القيم دي، سواء في الاخر الدول يعني او الدار الاسلام دي عايشه في مهانه وعايشه في فقر وعايشه في ذل وعايشه في كل المشاكل اللي هو بيتكلم عليها، والفقر والجهل والحاجات دي كلها اللي هو نفس المشاكل اللي بيتكلم عليها وبينقدها، وفي نفس الوقت يعني الوجه الاخر ليها ان ايه ده هو ده الاسلام اللي بيعليها وهو اللي هيحرر الإنسان. بس يعني هي الفكرة تاني عندي اللي هي الشبه ما بين إن إحنا دايماً نتخفى وراء يعني أهداف نبيلة وعظيمة علشان نبرر طمعنا في السلطة ونبرر طمعنا في الاستحواذ بقى على أي حاجة تانية، سواء كانت بلد تانية أو شعب تاني أو كده. شكراً. قدامي الآن شادي وبعد منه هادي، وبعدين الناس بقى تبدأ تدور على النص بتاع الفرافير الجزء الثاني. شادي تفضل. لو انت عامل ميوت للميكروفون. اي تفضل. بالنسبة كان عليها تعليق بالنسبة لموضوع الرمزية، أنا أعتقد إذا كان النصوص الدينية نفسها يعني في هناك رؤية رمزية ليها، يعني يقال إن هي كتبت بصورة رمزية، القصص الموجودة في كتبنا القرآن أو حتى التوراة يعني كلها قصص رمزية، فممكن تستشف معاني عميقة منها حكيمة وتعيش في الوعي الإنساني وتستمر، وبيبقى حتى بيجعل إن المستبد أو أي حاكم ما يقدرش يلقي بهذه الكتب إلى يعني أو يحرقها، حتى بتستمر يعني من دواعي استمرار أي كتابة بما فيه رمزيتها يعني. وحتى القرآن حتى لا يمسه إلا المطهرون، اللي هي إن أنت توصل للتعمق فيه ده محتاج يعني تطهر من نوع خاص واجتهاد من نوع خاص، بحيث ان انت ما تقرأش الكتب دي قراءة سطحية، ان القراءة السطحية ممكن تجعلك تضل في بعض الأحيان أو تجعل المفهوم خرافي شوي. فأنا أعتقد الرمزية دي شيء يعني من ضمن الكتابات الأدبية المميزة، وحتى في طقوسنا نفسها يعني حتى في الحج يقول لك الحج اساسا عباده رمزيه، يعني كلها رمز، يعني الرمز ده الانسان بيعيش بيه ساعات، قصص الحسين، قصص ابو زيد الهلالي، مش عارف، كل القصص دي ممكن تكون رمزيه، ممكن تكون ما حصلتش في الواقع اساسا، بس الناس بتبقى مثال ليها، بتبقى دافع ليها للتمثل بمثال معين. فإذا كان الإله نفسه استخدم الرمزية فما بالك الإنسان أو البشر، فلازم يستخدم نفس الأسلوب يعني. شكراً. هادي تفضل. آه
شكرا لكل اللي علقوا، بس انا بدي اوضح يعني انا لا اهاجم نجيب محفوظ ولا اهاجم الادب يعني، او يعني مش هذا كان ببالي. انا اهاجم يعني دفع نجيب محفوظ ليعبر بهذه الطريقه، هلا بغض النظر عن اختياره الشخص، لاني لاحظ يعني بكل بساطه نحن عندنا نقص يعني نقص كبير جدا في النقد، النقد العقلاني الحجاجي الواضح، والنقد نجده في الأدب، لا نجده في محاججات حقيقية. وطبعاً أركز على شخص مثل نجيب محفوظ، وقلت بداية أنه يمتلك ناصية اللغة، شخص موهوب دارس فلسفي، وهذا شأن مهم جداً. أن هو يعني أنا أنتظر يعني بصراحة كنت أمني النفس، يعني أعرف أن هناك بعض المقالات النقدية التي صعب جداً فهمها، وهي يعني نوع تخصصي وما بعرف شو، ويمكن حتى أجرأ مما طرحه نجيب محفوظ لأنها صعبة الفهم. يعني أنا لما أجد نجيب محفوظ يصيغ المعضلات المشاكل النقد بأسلوبه القصصي، كنت أتمنى أن يقدر أن وألوم نفسنا حاليا، يعني لا ألومه هو، أنا ألوم الوضع السياسي والوضع الاجتماعي الذي اضطر نجيب محفوظ أن يصيغ نقوده بهذا الأسلوب. طبعا إذا كان هذا يعني هذا خياره هو إنسان أديب، هذا لا عندي مانع فيه، بس انا يعني ارجع اقول امني النفس واجد النقص الفادح في 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 النقد، خلينا نقول المتاح لكل الناس المصاغ بلغه بسيطه، لا يعني من ناس قادرين لغويا قادرين فلسفيا مثل نجيب محفوظ مثلا ليقدم هاي النقود بطريقه. طبعا مثل ما حكى جمال يعني الزلمه يتعرض لمحاوله اغتيال مع انه هو يعني ورى و واخفى والى ما هنالك، وهذا لم يعفي. هذا ما الومه انا، يعني الوم هذا المجتمع الذي حاول قتل نجيب محفوظ، الوم السياسيين اولا الذي اباحوا لهكذا اشخاص او لهكذا فكر ان ينمو ويتطور، وهن لم يبيحوا له فقط، بل هم استفادوا منه وغدوه لانه يكرس وجوده. حكينا بالسياسه عفوا. شكرا. شكرا لك. هو في برضو نقطة يعني قبل ما نختم، انه المسألة مش مسألة استبداد السياسي بس، انا بتكلم على انه من طبيعة الكتابة السردية، من طبيعة العمل الادبي التعبير بالايحاء. ما هو انا قاعد في امريكا اهو، وبنقول بقى بلد الحريات، هل ده معناها ان مفيش ادباء بيكتبوا رمزية وبالايحاء؟ مش معناها انه خايف عشان هيتسجن، لان ده من طبيعة العمل الفني. العمل الفني لا يمكن، لو كان العمل الفني مباشر لم يصبح عملا فنيا ولم يصبح فنا. التعبير الفني لكي يعيش يقوم على الإيحاء، ودية الإمكانيات اللي بتخليه يقدر يعبر في كل مرحلة من مراحل الزمن، لما يكون يعني كتابة قيمة يعني. إنما التعبيرات المباشرة، ما ممكن أقرأ عمل أدبي دلوقتي لحد من الكتاب قصة أقرأها وخلاص، هي اتقرت مرة واحدة وانتهى. قيمة العمل الأدبي إنه كل مرة أنت بتقرأ بتكتشف جوانب أنت ما خدش بالك منها، بتكتشف عناصر ما خدش بالك منها. وديت برضو بما إن شادي أضاف إليها، جزء من التكوين بتاع القرآن، لان هو لو كان القرآن واضح وضوحا كاملا زي ما بيدعو هادي، كان ابن عباس فهم وخلصنا، ولا ابن مسعود فسروا وخلصنا من 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 قرون فاتت. فانا بقول انها من طبيعة البناء السردي، من طبيعة الكتابة الأدبية، انها تقوم على الإيحاء. لو في اي كلمات ختامية، عشان احنا كده عدينا بقى 6 دقايق من الوقت، ولو ما فيش يبقى هنبتدي بقى